السؤال الرابع، أول هدية أعطتك أو أعطيتها أمك أنت؟ أول هدية منك أنت لأمك؟ أول هدية مني لأمي؟ منك أنت لأمك؟ كانت الله نهار. لا، الأولى عطر. عطر. وش الهدايا الثانية؟ والله واجد، والله واجد، فيها عطرات، فيها ساعات، فيها جوال. كان فيها جوال؟ كان فيها جوال. بس كأول هدية كان فيها جوال. لا، أول هدية لا، عطر. لا، أقصد هدايا بشكل عام. كان فيها جوال. كان فيها جوال. طيب، شوف، عندي هنا شيء أخذه من هلك أنا وجايبه لك. كيف؟ أقول في شيء هنا جايبه لك.